الجوامع هون في تركيا كتير. شايفين هاي اسطنبول، العلم التركي. هاي شوارع اسطنبول. هلا احنا في ارموني بارك اسطنبول. هاي المول كبير، يعني الواحد ما عارف وين بده يروح صراحة. هاي العالم كلها، هاي بيبيعوا ايس هون، اسمها دوندورما الايس بالتركي، دوندورما. ما شاء الله على المبيعات اللي هون. هاي انواع حلو من المكسرات، بسم الله ما شاء الله. هاي انواع اجبان، بسموا الجبن بينر هون في تركيا. هاي هذه المحلات عليها خصومات. شايفين كيف عاش العالم في السنتر في المول. هاي المول، اتمنى تعجبكم هالمناظر، انا صراحة بدي اتفرج مش عارفة اصور. هاي بولو اسم. هاي هاي صورت المنظر لما طلعت، هاي من فوق ما شاء الله شو عامل، بسم الله. هاي مناظر، هاي محلات، حبيت اشارككم شوي معاي صراحة في هالمناظر الحلوة. هاي كبير السنتر هذا اللي في اسطنبول. هاي هناك محل الاجبان اللي تحت. هذا طبعا ممر بالازاز عاملينه للجهه الثانيه. شايفين كيف المناظر؟ طلعت على الطابق الثالث. طعم هيها مليانة كلها، كلها عالم عاشقة. أنا ماشي بصور وأنا ماشي يعني. أنا ما بدي أكل شيء طبعاً، أنا عجبني الأيس هون، اسمه دوندورما الايس بالتركي، تعالنا شوي تركي. هاي محل درم هون، هيو زي الشاورما بس هو لفته طويلة، درم بقول عنه. هاي الاسعار.
النظافة والجمال. هو اسمه ستي سينما، حياته الاسم فوق.